تفوق حاجة السوريين اليوم كل ما كان متوقعا، حيث تسلل الفقر إلى جميع بيوت السوريين تقريبا، وتنوعت احتياجاتهم ابتداء من أساسيات الحياة مرورا بالرعاية الصحية والدراسة. حملات تبرع ومنظمات وإعلانات في كل مكان لمساعدة السوريين، فهل تصيب هذه المنظمات في عملها؟ وكيف تعمل على كسب ثقة المتبرع؟ وأسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها بعد هذا التقرير. يصادف السوري يومياً عشرات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للتبرع بأي مبلغ يساعد من خلاله طفلاً مصاباً أو شاباً بحاجة إلى إكمال تعليمه، وفي كثير من الأحيان يكون الطرف الآخر على شاشة عائلة لا تملك ثمن خبز يومها. ازداد نشاط مئات الجمعيات الإغاثية والخيرية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية داخل سوريا وخارجها، محاولين سد العوز الناتج عن قصف آلاف بيوت سورية وتشريد أهلها بين نازحين ولاجئين. 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و67% منهم يعيشون في فقر مدقع بحسب ما ورد في تقرير للأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل كل من يمر على أخبار البلاد يستشعر حاجة أهلها إلى الغذاء والدواء والمأوى. فهل تنجح حملات التبرع في تأمين حياة الأسرة السورية، أم أن تدخلها ما يزال إسعافياً يحمي من الموت جوعاً ولا يؤمن لها الحياة؟ وكيف استطاع بعضها كسب ثقة المتبرعين رغم ما يدور من وشوشات حول بعض أعمال الإغاثة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر السكايب أحمد أبو شعر، وهو مدير برامج فريق ملهم التطوعي في شمال سوريا. مساء الخير لك أستاذ. مساء النور يا حي الله، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ أحمد، بالبداية ليش دايما السوري ينتظر مناسبة لحتى يدفع أو يتبرع للأشخاص اللي هن محتاجين؟ لا أقصد كل السوريين، بعض السوريين طبعا. هلأ بشكل عام دائما حملات التبرع والدعوات للتبرع للحملات الموسمية أو الحملات المتعلقة بكوارث ما بتنشط من قبل الأشخاص المتبرعين أو المهتمين بالموضوع إلا عند وقوع الكارثة. يعني دائما كفرقة تطوعية أو كمنظمات عاملة على الأرض بيكون في عندنا توجيه لنداءات كثيرة للأشخاص المتبرعين قبل وقوع الكوارث، ولكن للأسف ثقافة التبرع وطبيعة التبرع عنا بالوطن العربي مقترنة بوقوع الكارثة. يعني لما نشوف الناس محتاجة، لما نشوف في ناس عم تنزح، ناس نايمة بالعراء تحت شجر الزيتون، هون بتبلش مشاعر التعاطف عنا للتحرك. ولا حتى بوجود كارثة وبوجود حرب مستمرة أكثر من 7 سنين، أنا عم بحكي على موضوع التبرع بأوقات مناسبات دينية مثلا الأعياد، رمضان، إلى ما هنالك. طبعا هلا احنا ما فينا ننكر انه في مواسم معينه بتتم فيها يعني التبرع اكثر من مواسم ثانيه، مثل رمضان، مثل العيد الاضحى، لانه هي مناسبات مقترنه بشعائر دينيه ومقترنه يعني بالعمل الخير. نعم. طب استاذ احمد، يعني لشو عم بيميلوا الناس يعني بشكل عام للتبرع اكثر، غذاء، مأوى، او يمكن تعليم؟ هلا بشكل عام التبرع بيكون للحالات الانسانيه اللي وضعها كارثي، او للمأوى والغذاء بحالات النزوح. التعليم دائما هو بياخذ اقل حصه من التبرعات عند كل المنظمات وكل المشاريع والبرامج، بسبب انه التعليم هو بيشوفوه المتبرعين شيء ثانوي او مو شيء رئيسي مقارنه بالحاجات والطوارئ اللي موجوده حاليا. فدائما التبرع بيكون لموضوع القصف، لموضوع تأمين الأكل للمدن اللي عم تتعرض للقصف والتهجير، تأمين الخيام والمأوى، بعد هيك الحالات الإنسانية، خلينا نحكي اللي عم بتعاني من أوضاع إنسانية صعبة، ولاحقا بيجي عنا موضوع التعليم أو المواضيع المشاريع المستدامة. بما أنك فتحت موضوع المشاريع المستدامة، هل في ناس بهذا الوقت عم تقدر يكون تمويلها أو تبرعاتها مستمرة؟ يعني مثلا بيشوفوا عائلة معينة أو مجموعة عيال وبيحاولوا يدعموها بشكل مستمر، أم هو عم بيكون فعلا مؤقت وحالات أو مناسبات مثل ما ذكرت بالبداية؟ هلا في بعض المتبرعين بفضلوا انه هن يفتحوا مشروع لعائله معينه بحيث انه يكون
مصدر رزق لها او بيوفر لها تنميه مستدامه، احسن من موضوع انه هن يساعدوها لمره واحده فقط. في بعض المشاريع المرتبطه بعدد من المستفيدين بحيث انه يكون المشروع يعني بيخدمهم بتغيير حياتهم واقع حياتهم بشكل كامل، ولكن هذا النوع من المشاريع هو اقل بكثير من موضوع الاستجابه. دائما عندنا التبرع والتفاعل مع الاستجابه هو بيكون لحظي لوقت الكارثه او وقت الموسم مثلا مثل حمله الشتاء، بعد هيك بتخف يعني بتخف حركه التبرعات او بخف الاهتمام بالكارثه حسب التغطيه الاعلاميه لها، حسب استمرار فتره المعاناه. هذا كله مرتبط بعده عوامل. بس بالمقارنه بين يعني التوجه لبعض المتبرعين، بنلاحظ انه في متبرعين وفي اشخاص بيهتموا دائما بموضوع متابعه الحالات والاستمراريه معهم. طيب استاذ احمد، يعني انتم بشكل عام عندكم خطه دعم عم تقوموا فيها كفريق ملهم التطوعي، عم تدعموا الحاله عم تتابعوها، لو تحكي لنا شوي عن اليه عملكم وانه مو بس عم تركزوا على التدخل الاسعافي لانقاذ حالات معينه. طبعا احنا بالفريق بمدار عملنا بالمجال الاغاثي، احنا بلشنا بال 2012 ولغايه هلا اكثر من 6 سنوات مستمرين بتنفيذ مشاريعنا، سواء بالشمال السوري بداخل سوريا او بدول لجوء بتركيا ولبنان والاردن. في مشاريع عندنا مستمره بشكل دائم، متابعه للحالات والمستفيدين اللي احنا يعني بيستفيدوا من خدماتنا ومن مشاريعنا بشكل دائم بحيث انه نحن ما بنقدم مساعده لمره واحده وبنمشي، بالعكس في عندنا فريق دائما ميداني للتواصل مع العائلات، للتواصل مع الحالات، ونشوف اذا كانت العمليه طبيه احنا بنتابع ما بعد اجراء العمليه او ما بعد الحاله، حتى ممكن موضوع الدعم النفسي، موضوع تامين احتياجات الكفاله الاخرى غير موضوع المادي، خلينا نحكي من موضوع تعليم او من موضوع ممكن جلسات دعم نفسي للاسره. هذا الشيء في عنا يعني كادر مؤهل لحتى يستمر بمتابعه الحاله. الحمد لله احنا من يومين بالفريق وصلنا للرقم 4000 حاله على مدار عملنا من 2015 بقسم الحالات الطبيه لغايه الان على الموقع. هذول اكثر من 4000 قصه، اكثر من 4000 معاناه، كان سواء منهم ناس بحاجه لدعم، سواء منهم ناس بحاجه لعمليات او بحاجه لاجار بيت. فهدول الارقام هي ما بس مجرد احصائيات او ارقام، هدول مرتبطه باوجاع ومعاناه اهلنا بالاخر، ونحن دائما بنحاول نسعى انه نتواصل معهم، نخلق مثل جسر او مساحه من التواصل بين المتبرع وبين الشخص المستفيد لحتى نشتغل على موضوع ما بس الدعم المادي، على موضوع تقويه هي الاسره، على موضوع تحسين من واقعها اللي هي عايشته. اذا المتابعه هي اهم شيء يمكن بهذا الوقت. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن حالات مثلا يتامى، هل انتم بتقدروا تتعاملوا مع اليتيم كعائله ام هو بس الموضوع عم بيكون مادي انه نحن عم نقدر ندخله على المدرسه، عم نطعميه، عم نشربه؟ هل في احتضان لهذا اليتيم؟ طبعا نحن اهم الحاجات اللي هلا عم نواجهها مثل ما انتم قلتوا الاحصائيات، الفقر والحاجه الشديده اللي موجوده بسوريا هي الاحتياج المادي لتامين مستلزمات الحياه، فهي النقطه الرئيسيه اللي احنا بنحاول نغطيها من خلال برنامج كفاله الايتام عندنا بالفريق، بالاضافه لموضوع التواصل مع اهل الطفل. مثل ما قلت انه احنا في عندنا فريق دعم نفسي خاص بالتواصل ومتابعه هذول الايتام سواء كان اكاديميا او من موضوع الاحتياجات اللي بتنقص عليهم غير موضوع المادي. بالمشاريع الثانيه اللي احنا بنخدم فيها مثل عندنا بعض يعني احد المشاريع اللي افتتحناها هي مشروع دار للايتام. هاي الدار بتضم 37 طفل، هي موجوده بلبنان يعني بتضم 37 طفل يتيم، في منهم ايتام الابوين، في منهم فقط احد افراد الاسره متوفي، واحنا كان عندنا برنامج كامل لرعايتهم سواء تعليميا مع المسكن مع الاكل مع المنامه مع كل شيء. هذا الدار كامله طيب. بتضم كوادر مشرفه لحتى ترعى هذول الايتام بحضنهم. في حال كان الطفل اليتيم او مجموعه اطفال او حتى عائله متعوده على تبرع معين مادي بيوصلها شهريا وانقطع عنها هذا الدعم، بتقدروا تتداركوا انتم الموضوع او تدخلوا او تحاولوا تلاقوا متبرع اخر او داعم اخر؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني بفريق ملهم ما في حاله لغايه الان نحن اخذناها او تكفلنا فيها وما تم استمراريه بدعمها، والاستمراريه يعني لحتى هي تكتفي او لحتى تاخذ الشيء اللي محتاجته سواء بالايتام سواء بالحالات الطبيه. نحن بنحاول نامن كفيل او متبرع مباشر للحاله بحيث انه اذا كان في عندنا الطفل له كفاله من شخص معين او من متبرع معين
وقف هذا المبلغ او وقفت هي المساعده. نحن في عندنا صندوق او عده صناديق مخصصه للطوارئ، صناديق للحملات العامه بالفريق، فينا احنا نستخدم منهم لمساعده هي الحاله لغايه لما يلتقى لها كفيل او متبرع اخر. فما صدف ما صدف وساب يعني ما سبق وصادفنا حاله يعني ما قدرنا نساعدها بسبب توقف الدعم، الحمد لله. يعني دائما عم تلاقوا البديل. يعني استاذ احمد، من خلال عملكم ومن خلال هيك خبرتكم، في توجيهات وامور معينه ممكن يعملها المتبرع؟ وهلا في كثير سوريين عم يسمعونا وحابين يتبرعوا، في امور معينه بتساعدكم بتحبوا انه يتبرع فيها الانسان؟ طبعا دائما احنا بنحكي عن نشر المعاناه اللي عم بيعانوا اهلنا. احنا هلا بضمن اكبر حمله استجابه واكبر موجه نزوح شهدها الشمال السوري من بدايه الحمله العسكريه بالفتره الاخيره، اكثر من 600 الف نازح هلا موجودين بدون ادنى خدمات، وبالمناطق المخيمات او بالمدن والقرى اللي هن تهجروا الا، في ناس عن جد قاعده تحت الشجر، في ناس عم بتعاني كثير. فنحن بنوجه رساله للمتبرعين او للاشخاص اللي حابين يقدموا، انه انت مجرد تبرعك باي مبلغ بسيط، مهما شفت هذا المبلغ انه كانت امكانياته ضعيفه او حسيت انه هو خفيف، فهو ممكن يعمل فرق وعن جد ممكن يغير حياه العالم. كمان موجه رساله للاشخاص انه تنشروا عن موضوع المعاناه، بالنهايه هدول الناس اهلنا ومسؤوليه المساعده تبع هدول العالم تقع على عاتقنا وعلى رقبتنا. احنا اذا ما نشرنا عنهم، ما حكينا عن اوجاعهم، ما حكينا عن همومهم، ما راح نوصل هي الرساله وحجم الكارثه للعالم كله. فأي متبرع وين ما كان موجود بأي مكان بالعالم، لو بينشر بوست، لو بدل العالم على طرق التبرع، لو بيحاول يساعد بأي شيء هو متوفر بين إيديه، فأكيد هذا الشيء رح يعمل فرق ورح يساعد أهلنا النازح. طيب استاذ احمد، اذا بدنا نحكي شوي عن موضوع الثقه، كثير ناس كانت معنا بحلقات سابقه عم توصلنا رسائل انه نحن ما عندنا ثقه بالاشخاص يلي عم بيكونوا رسول بيننا وبين الشخص المحتاج. كيف الناس ممكن تبني ثقه؟ كيف ممكن تعطينا مثلا مصدر معين يروح لعنده الشخص المتبرع ويقدر يعطيه مصاري وفعلا او اي شيء هو حابب يتبرع فيه ويوصله بشكل صحيح وللناس فعلا اللي بيستحقوا هذا الشيء؟ طبعا نحن بفريق ملهم اشتغلنا على موضوع الشفافيه لحتى نزيد الثقه ما بيننا وبين المتبرعين. نحن عندنا موقع الكتروني بصرح عن كافه التبرعات الوارده لفريق ملهم وكافه التبرعات المصروفه، وكل شخص تبرع لو بدولار واحد سواء لحاله هو بيعرف لوين راحت، في يشوف هذا المبلغ اللي دفعه وين راح لاي حاله وكيف انصرف. طبعا هي الشفافيه، يعني لما يكون في توثيق كامل ولما يكون في شفافيه كامله، فهون بتخلي المتبرع يعني يتشجع لحتى انه هو يستمر بالتبرع، حتى بصير في نوع من الرقابه. يعني بالنسبه لنا كثير من الحالات اللي هي قادره انه هي تراقب قديش اجاها مبلغ، شو الصندوق الحالي اللي موجود على موقعنا، حتى بالنسبه للحملات شو الشيء اللي تنفذ وهالمبلغ اللي جمعناه نحن وين صرفناه وشو الخدمات اللي تقدمت منه العالم. فهي النوع من الشفافيه والتوثيق بالاضافه للمراقبه من المتبرع ومن المستفيدين بتخلينا دائما احنا محطوطين بموقع محاسبه مستقر من الكل، وهذا الشيء احنا يعني بنكون سعيدين فيه لحتى نعزز الثقه عند المتبرعين وعند الاشخاص اللي عم يستفيدوا منا. نعم، يعني احمد ابو شعر مدير برامج فريق ملهم التطوعي في الشمال السوري، اليوم نحن حبينا نعطي فكره يعني من خلال فريق ملهم التطوعي عن ماهيه حملات التبرع، شكرا جزيلا لك. شكرا اكيد لك، وشكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. بذكركم بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترنت سيريا.تي في وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. الى اللقاء. الى اللقاء.